وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السفير وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون. مساء الخير سعادة السفير، نتحدث اليوم عن دولة الكويت الشقيقة وهي تحتفل بأعيادها الوطنية، هي التي لها علاقات تاريخية تربطها بمملكة البحرين ولها امتداداتها إلى اليوم. لو نتحدث في هذا اليوم عن هذه العلاقات وما وصلت إليه من مستوى متقدم. شكرا جزيلا ومساء الخير. مساء النور. يشرفني في البداية أن أرفع أسماء التهاني والتبريكات لدولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى 59 للعيد الوطني لدولة الكويت، والذكرى 29 ليوم التحرير، والذكرى 14 لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم في البلاد. حين نتحدث عن العلاقات البحرينية الكويتية فهي تتسم بخصوصية تاريخية فريدة. نعم. تستمد جذورها على أسس صلبة من الاحترام والتقدير والمودة ووشائج القربة ووحدة الصف والمصير المشترك. العلاقة تشهد المزيد من النماء في ظل اهتمام الرعاية الكريمة السامية من قبل قيادتي البلدين الشقيقين سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأخي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهم الله ورعاهم، وأحرصوهم الدائم لتنمية وتطوير العلاقات في جميع المجالات ودفع مسيرة العمل الثنائي نحو النمو على الثوابت الراسخ حول الثوابت الأخوية الراسخة. نعم. للوصول بها إلى أعلى درجة تنمية، تجسيدا الروابط التاريخية والأخوية ودعم للتطور وتعزيز هذه العلاقات بين البلدين. تم في 2002 تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت برئاسة معالي وزيري الخارجية بالبلدين الشقيقين وعضوية جميع الوزارات والهيئات الرسمية بالبلدين. عقدت هذه اللجنة العليا المشتركة 10 اجتماعات على مدار السنين الطويلة هذه، وكان آخر اجتماع عقد بمملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 24 أبريل الماضي في 2019. تم خلال هذا الاجتماع الاجتماعات اللجنة المشتركة على مدى هاي السنين توقيع أكثر من حوالي 38 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج زمني تناول تطوير تعزيز التعاون في مجالات حيوية هامة بين البلدين الشقيقين مثل التعاون السياسي والتعاون العسكري والتعاون الأمني والدبلوماسي والصحي والتعليمي والاقتصادي والتجاري والسياحي. نعم. والإعلامي والبرلماني والثقافي. أعتقد يمكن جميع مجالات التعاون بيننا وبين إخواننا في الكويت في هناك كثير من التعاون. نعم. وتعزيز التعاون، ونعمل الآن إحنا على تفعيل هذه الجهود الموجودة المشتركة نحو تحرير العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، ونعمل سويا لمواجهة مختلف التحديات. نعم. التي تواجهنا في بناء وتعزيز المزيد من جسور التعاون في جميع المجالات لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين. نعم. سعادة السفير وحيد سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، شكرا جزيلا لك.